في العام 1895 اكتشف ويلام رونتجن الأشعة السينية وصور بها يد زوجته وهي ترتدي خاتماً في أحد أصابعها، وشكل هذا الاكتشاف إنجازاً مهماً في الطب التشخيصي، إلا أن باقي الجسم البشري ظل مخفياً، وتابع علماء الطب البحث عن وسائل تظهر الأعضاء الداخلية والأنسجة اللينة الأخرى. بعد مرور 17 عاماً وتحديداً في منتصف ليل 15 من إبريل عام 1912، ارتطمت سفينة تايتانيك الأكبر في العالم في تلك الحقبة بجبل جليد خلال رحلتها الأولى، ما أدى إلى غرقها في حادثة مأساوية حصدت أرواح أكثر من 1500 من الركاب. سرعت هذه المأساة عملية تطوير المسماع المائي الأول الذي اعتمد على ارتداد الموجات الصوتية لرصد جبال الجليد الغارقة. يمكن للأذن البشرية أن تسمع الموجات الصوتية التي تتذبذب ما بين 20 و20 ألف مرة في الثانية، أما الأصوات التي تتذبذب أسرع من ذلك فلا يمكن للأذن أن تسمعها، وهي تعرف بالموجات فوق الصوتية. وتتمتع الموجات فوق الصوتية بتردد أعلى من الموجات الصوتية العادية، وهذا ما يجعلها ترتد من الأجسام بشكل أفضل بكثير من الموجات الصوتية العادية. ويتم إنتاج الموجات فوق الصوتية من خلال تعريض بعض المواد البلورية مثل الكوارتز وتوباز والتورمالين إلى الكهرباء. كان الشقيقان بيير وجاك كوري أول من أظهر أن تعريض بعض المواد البلورية للضغط ينتج تياراً كهربائياً، وبعد فترة وجيزة تم إثبات المعادلة العكسية، إذ تأكد أن تعريض هذه المواد البلورية نفسها للكهرباء من شأنه أن يجعلها تتذبذب وتنتج موجات فوق صوتية. أما اليوم فتستخدم الموجات فوق الصوتية في مجالات تكنولوجية متعددة، لعل أشهرها المجال الطبي، حيث يتم تصوير الأجنة لمعرفة الحالة الصحية وجنس المولود وموعد الولادة ومعلومات أخرى مفيدة عن تفاصيل الحمل. وتعتمد أجهزة التصوير الحديثة على مبدل يدوي فيه بلورة ترسل الإشارات فوق الصوتية وتتلقاها في الآن نفسه. تنتقل الموجات داخل الجسم، وعندما ترتطم بفاصل بين أنسجة ذات كثافة متفاوتة يرتد بعضها إلى المسبار، فيما يتابع البعض الآخر طريقه حتى يصل إلى فاصل آخر فيرتد بدوره. وتتلقى بلورة في المسبار المبدل الموجات المرتدة التي ترسل إلى جهاز معالج في الآلة، يحتسب المسافة بين المسبار وحدود الأنسجة بالاعتماد على معيارين: توقيت عودة الموجة الصوتية وسرعة الصوت في النسيج. ويمكن لأكثر أجهزة التصوير تطوراً أن تظهر صوراً ثلاثية الأبعاد تتيح للوالدين رؤية ملامح طفلهما قبل أن يولد. وهذا اختراع باهر يسطع في سماء نجوم العلوم.